اما بقى الرئيس المخلوع اللي احنا بنحاكمه، فالنهارده كانت تاني جلسات سماع مرافعه الدفاع عنه. الدفاع نفى تماما مسؤوليه المتهمين في القضيه دي عن قتل المتظاهرين، ومن ضمن حججه ان الرئيس المخلوع اصدر امر للجيش بالتدخل لحفظ الامن الساعه 4 بالدقيقه يوم الجمعه 28 يناير. بعد 4 أشهر من بدء محاكمة الرئيس السابق في هذا المكان، اختلف المشهد كثيرا عن اليوم الأول. الأعداد الكثيفة اختفت تقريبا إلا من عدد يسير من أهل الشهداء، يعكس حالة العزوف عن متابعة المحكمة، ربما لطول مدتها أو لعدم الإيمان الكامل بها. كل الناس ندى واحد، القصاص للي ضربوا أولادنا بالرصاص. كلنا بننادي كلمة واحدة، لا عايزين صندوق ولا عايزين ورق ولا عايزين فلوسهم ولا عايزين دولارات، احنا عايزين الدم اللي سال ده، والناس كلها اتفرجت علينا وضربوا عيالنا بدم بارد، هم كمان في ميدان التحرير، ميدان قيادة الثورة، وهو ميدان الثوار الأساسي، يتوجد القاتل الأول ويتحط كده في الميدان، في ميدان التحرير، ويتحاكم محاكمة ثورية. أنا متابع النهارده بقالي سنة، متابع في التحرير، متابع في المحكمة، متابع في المجمع الخامس، متابع. فأنا اللي بيحصل ده كله مسرحية يا سيادتك، كل ده اللي بيسرح مسرحية، ودي شبكة. دي شبكة متكاملة، شبكة في القضاء، وفساد في القضاء، وفساد في الداخلية، وفي كل المؤسسات فساد. فإحنا مش عارفين نعمل إيه، إحنا بقالنا سنة. فبقول للمستشار أحمد رفعت، بقول له سيادتك دلوقتي القضية جاهزة قدام منك، وده إحراز عندك سيادتك، وضرب وإثباتات هي. عايزين نزيد عن كلمة تتفهمونا. بعد ثاني مرافعات الدفاع عن مبارك ونجليه، تقرر تأجيل يوم غد لاستكمال باقي المرافعات. الأستاذ فريد الديب كانت مرافعته أقل كثيرا من ما توقعناه، كانت مرافعة ضعيفة جدا، وذلك مش لسبب ضعف في علمه القانوني، ولكن لضعف موقف المتهمين، لأن الجريمة كانت علنية أمام العالم كله، شاهدها العالم كله وليس داخل مصر فقط. الأدلة ثابتة، القتل كان بطرق مختلفة، منها الدهس بسيارات الشرطة والقنص واستخدام السلاح الآلي واستخدام السلاح الخرطوش، وقد شاهدنا شرائط فيديو عديدة لهذه المناظر من القتل الممنهج على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل. في النهاية يبدو أن حجم التصديق أو الاهتمام بمحاكمة القرن يتضاءل يوما بعد يوم، لكن ومع هذا التضاؤل يرتفع آمال فريق آخر يعتقد أو يؤمن بشدة بأن رمزه بريء تماما من هذه الاتهامات. حتى ولو صدر حكم من محكمة الجنايات، فإن الطعن بالنقد هذا حق مكفول للمتهمين، وكذلك للنيابة العامة، وكذلك للمدعين بالحق المدني فيما يتعلق بالدعوة المدنية. وبالتالي نحن نعلم أن المحاكمة لن تنتهي بحكم نهائيا باتا قبل 4 أعوام على الأقل، وهذا أمر في غاية الظلم، لأن ما حدث في مصر هو ثورة وليس تظاهرات. لتفاصيل أكتر عن كواليس الجلسة معانا على التليفون الأستاذ عمر حسنين، رئيس قسم الحوادث في جريدة المصري اليوم. مساء الخير يا أستاذ عمر. مساء الخير يا أستاذ ريم، أهلا بحضرتك. يعني هل النهاردة كان في أي حد من المتهمين بكى أو حاجة، ولا النهاردة عدى على خير الحمد لله؟ لا لا، ما بقول ده، بالعكس، ده هم بدأوا الجلسة بضحك يعني، وظهر الضحك واضحا على وجه علاء مبارك تحديدا مع بداية فريد، الأستاذ فريد الديب المحامي المرافعة، حيث أن المحكمة يعني اكتشفت أن الأستاذ فريد الديب يقف على يمينها ولا يقف أمام المنصة قبل أن يبدأ المرافعة، فطلبه المستشار أحمد رفعت أن يقف في وسط القاعة، فقال أنه يعطي ظهره للمنطقة التي يوجد فيها محامين المتهمين، خشية أن يوجد فيها المنطقة أخرى فتعرض للضرب. وهنا ضجت القاعة الضحك، وقال المستشار رفعت أنه في حماية المحكمة، وأن زملائه من المدعين بالحق المدني أول من يحميه. أما طيب أبرز اتفضل. أما بخصوص ما حدث في الجلسة، فأنا أرى أن ما قدمه فريد الديب اليوم من مرافعة هو دليل إدانة ضد مبارك وضد حبيب العدلي
في وخصوصا في قضيه قتل المتظاهرين، حيث استند الاستاذ فريد الديف في مرافعته الى اربع نقاط رئيسيه. النقطه الاولى وهو ان القوات المسلحه اصبحت من عصر يوم جمعه الغضب هي المسؤوله تماما عن حفظ الامن، وهذا يؤكد يعني هذا لا ينفي مسؤوليه مبارك عن القتل. اما في المساله الاخرى وهي محاوله الاستاذ فريد الديب الاستناد الى قوانين ونصوص قوانين، حيث قدم اكثر من 10 نصوص. طيب بس قبل النقطه الثانيه استاذ عمر، لانه البعض فهم الجزء الاول من مرافعه الاستاذ فريد الديب اللي هي بيؤكد فيها انه من عصر 28 يناير القوات المسلحه هي اللي بتتولى مسؤوليه حفظ الامن في البلاد، انه نوع من توجيه الاتهام الى القوات المسلحه بقتل المتظاهرين. بس يعني الواحد لما بيقرا المرافعه هو ما اعتقدش ان هو ده المقصود، ولا ايه؟ هو 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 طبعا بالتاكيد هو تلميح يعني او بالبلدي اللي على راسه بطحه، لكن يعني انا لا اعتقد ان المحكمه ستستدعي المجلس العسكري او اي من يعني توجه اتهامات لاعضاء المجلس العسكري في هذه القضيه، الا اذا كان هناك بلاغات وقضايا اخرى سوف يتم نظرها في قضايا قتل اخرى في طيب هذه النقطه. النقطه الثانيه الاستشهاد بعدد من القوانين اللي هي عفى عليها الزمن تقريبا. الاستشهاد بعدد من نصوص القوانين اكثر من 10 نصوص يعني اوصل الاستاذ فريد الديب الى المحكمه او اوضح ان الثوار ليس سوار وانما هم يعني اعتبرهم حسب القوانين التي استند اليها في عداد المتجمهرين غير السلميين المسلحين الذين يخربون ويحرقون، واغفل تماما ان ما حدث كان ثوره للشعب نتيجه قهر لمده 30 عاما مضت، وبذلك يعني اوجد مبررا لقتلهم فقال أن القانون يعني أحد القوانين ينص على تجمهر أكثر من 5 ووجود أحدهم معه أسلحة يعطي بحكم القانون الصلاحية لضابط الشرطة أو الضابط المسؤول عن فض المظاهرات أن يطلق الرصاص الحي عليهم وعلى أجسادهم وألا يطلق الرصاص. ده قانون صادر سنة 52. نعم، هو استند إلى هذه القوانين ليؤكد أن حتى لو أن الشرطة أو قوات الأمن التي كانت موجودة في الميادين قتلت الثوار فهم الذين يعني خالفوا. أما استناده هذه واحدة، أما استناده إلى شهادة السيد عمر سليمان والوزيرين السابقين محمود وجدي ومنصور عسوي بأن وجود بأن هناك عناصر أجنبية كانت في الميادين وهي التي شاركت في القتل، وأن هذه العناصر كان لديها أسلحة واستولت على معدات ومدرعات وغير ذلك، فيعني هو يريد ان يقول ان هناك منهم مندسون وقتلوا المتظاهرين. طب فما دوري انا كرجل امن او كجهاز امن؟ لماذا لم القي القبض على هؤلاء؟ واين مسؤوليتي في الحفاظ على امن هؤلاء المصريين؟ طيب النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة هي مسألة اتهام حبيب العدلي وباقي المتهمين من قيادات الشرطة عدا احمد رمزي بالاضرار العام بالاضرار بالمال العام، وذلك باهمالهم وتركهم الساحه الامنيه الساحه دون امن، فهو يرى ان ذلك في ذلك يعني دليل على براءه هؤلاء المتهمين من قتل المتظاهرين. ايضا هو هاجم النيابه العامه في مرافعته واتهمها بتحريف اقوال الشهود، وقال مما ما معناه أن النيابة العامة فصلت وجزأت ويعني تجاهلت أقوال شهود من الضباط التي أكدت في حسب قوله أن لم يصدر أي قرار من وزير الداخلية لأي قيادات بالشرطة بقتل المتظاهرين، واستند أيضا إلى شهادة الدكتور. طيب أستاذ عمر معلش، هو يعني فيما يخص مرافعته عن أو يعني الأجزاء الخاصة بالنيابة، امبارح كان في جزء بيتكلم عن إنه النيابة احتفظت يعني بمعلومات، عشان ده يعني بالحرف لما النائب العام يقرر إنه يعني ينقض على مبارك أو يفترسه يبتدي يطلع المعلومات دي، ده إيه ده؟ يعني كان إيه المقصود؟ أو حضرتك حسب القوانين المنظمة لأمور المحاكم فإن أطراف هيئة المحكمة في حصانة، يعني حتى ما يقوله دفاع المتهمين أو دفاع المتهمين بالحق المدني
من أقوال أو اتهامات يوجهها إلى هذا أو ذاك لو قيلت خارج المحكمة لاعتبرت جريمة، أما داخل المحكمة فلكل الأطراف تقديم ما لديهم وقول ما لديهم، وعلى المحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ. فهو له الأستاذ فريد ديب طبعا هو يؤدي عمله ويعني وهو ليس يعني مرتكب شيء مخالف، هو محامي المتهمين، ولا بد أن يبحث بكل الطرق عن ثغرات تصل بهم إلى البراءة أو يعني تفلتهم من العقاب من التهم، والا لماذا؟ لا بس انا اقصد اقول انه يعني لما محامي المتهم يقول انه النيابه العامه لديها ما يمكن ان تنقض به على موكله اذا ارادت، فده معناه انه النيابه بتمتلك يعني ادله ادانه. لا هو معناه ان هو بيهاجم النيابه، زي ما قال النهارده ان النيابه اتهمها بانها حرفت ومزقت وبترت اقوال الشهود استندت اليهم في ادله الثبوت. وقال نص اعتقادا من النيابه العامه ان القاضي يكتفي بقراءه ادله الثبوت فقط. تمام. واكد انها حذفت بعض اقوال الشهود التي جاءت في صالح موكله، وضرب مثل بشهاده الدكتور طارق الغزالي حرب التي جاء فيها انه راى بعض المتظاهرين يهاجمون وزاره الداخليه، وايضا حرس الجامعه الامريكيه الذين قالوا ان متظاهرين اقتحموا الجامعه وكسروها واعتدوا على رجال الامن. تمام. انا في ما في 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 لسه هو طبعا هو ترفع عن مبارك ونجليه في قضيه التربح واستغلال النفوذ الخاصه بالخمس بلاد. قال انه النيابه في قرار الاحاله قالت انه بدء استغلال النفوذ من سنه 2000 واحنا والقضيه محاله في 2011، فهي تعتبر بذلك سقطت بالتقادم لانها جنحه، والجنحه تسقط بعد 3 سنين. اما الجزء الثاني اللي استند اليه في عدم يعني ارتكاب المتهمين لهذه الجريمه ان العقيد طارق مرزوق المسؤول عن محضر التحرير ضابط امن ضابط الاموال العامه هو اعتبر ان كلامه كذب، واعتبر انه تحرياته مرسله، واعتبر ان ويعني قال ان شركه المقاولين العرب هي التي كانت مسؤوله عن تسريبات الفلل وليس حسين سالم، واستند ارض ايضا الى شهاده اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء السابق التي قال فيها ان هناك رجال اعمال اخرين حصلوا على اراضي. ويعني اخيرا فريد الديب قال ان مبارك كان طيبا ولم يسحر المتظاهرين ولم يقتلهم، وانما استجاب لكل مطالبهم، واعتقد انه في النهايه المصريين هم الذين يعني المفروض انهم يتحاكموا مش مبارك. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمر حسنين رئيس قسم الحوادث في جريده المصري اليوم.